لصوت مطرقته في حمص القديمة نغم خاصة، ولضرب الحديد على السندان رنة مميزة. في هذا الزقاق يمسك الحداد غسان مرعي بمطرقته ليفرغ بها قوته، ويشكل ويطوع قطعة الحديد يكمل ما ورثه عن أبيه في مهنة الحدادة العربية. نشتغل بالحداد العربية القديمة، توارثناها عن الأجداد والآباء، ولا نزال نشتغل فيها أكثر من 40 سنة نحن لغاية الحين. والحين يعني اشتغلنا مطارق وجواكيش وأذاميل وعدة نجارين باطون وغيره وغيران، وسكك فلاحة ومناجل حطب وفوس أدوات زراعية، يعني ما منخلي شيء إلا مشتغلين ومتعلمين والحمد لله. إيه بالنسبة للحدادة الأدوات المنزلية اللي بنشتغلها بالبيت مثل السكين، المحفارة، المنقل، سياخ اللحمي، هاي بيعتادوها بالبيت هون كمهنة يعني. بس صناعة الإيد غير المكانات، نحن بنشتغلها بإيدنا. وليك حتى هاي المحفارة فينا نشتغلها نحن ونساويها بإيدنا، فيها سن وفيها تعب وفيها شغل، شايف شلون؟ وغير هذيك المكابس. أدوات العمل مطرقة، جاكوش، سدان، مروحة، كور، شغلات كتير يعني نستعملها نحن، مقص حديد، في شغلات يعني كلها باليد. ساعد الفوت وبشتغل بالمحل هون، يعني بحس حالي رجعت روحي جديدة من أول وجديد. هاي وحدة، تنتين يعني أنه أنا لما بشتغل بضمير وبإخلاص بحس حالي. والتكنولوجيا اللي ما أثرت علينا نهائيا نحن بالنسبة لنا، لأنه نحن شغل إيدنا وشغل العمل، يعني دق المطرقة بنسمع صوتها بنحس فيها، والجلخ لما بيعلق كمان من سن علاي السكين ماشي بإذننا عم نسمع ونحن، وإذا في أي لو في أي عطل في كذا ما من يعني إلا لنهيها على 24 ونخلصها مثل ما كانت وأحسن. بأدوات تقليدية يصنع العم غسان من الحديد أدوات زراعية ومطارق حديدية ولوازم منزلية. فرغم التطور الصناعي ورغم ما تعانيه المهن اليدوية من خطر الاندثار لوجود المنافس والبديل، ما زال السكان يقبلون على شراء منتجات العم غسان لمتانتها وإتقانها.